أهلا بحضرتك. مبروك اول حاجه. عايزين نتكلم، نبتدي نهله من ماتش امبارح والفوز. طبعا الحمد لله على الفوز. طبعا يعني دي اول مره البطوله تقام في مصر، يعني دايما كان بيكون في دوري وكاس، اول مره الاتحاد يعمل بطوله السوبر المصري، فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نحط اول بطوله اتعملت باسم النادي الاهلي عشان نكمل طبعا انجازات الاجيال اللي قبلنا، ان احنا محافظين على البطولات المحليه اكتر من 30 سنه. فطبعا كان تحدي كبير جدا بالنسبه لنا ان احنا اول بطوله وجايه في اول السيزون، بلس كمان ان البطوله دي هتدينا ثقه لبقيه السيزون ان شاء الله في البطولات الجايه. ان شاء الله الف مبروك. مبدئيا انت كابتن ساره، قولي لي بقى شايفه الفوز ده ازاي وكان احساسك ازاي؟ طبعا دي اول بطوله تتعمل، ان هي لسه اول بطوله تتعمل السنه دي، ده بيدينا كده دفعه لبدايه السيزون، يعني ان احنا نخش على الدوري والكاس او كده بدايه السيزون ببطوله، طبعا دفعه كبيره. وان احنا كنا زي ما نهله قالت طبعا تحدي لينا كبير، قدرنا ان احنا كان برضو الماتشات يعني اسبوعين، 3 ايام الاسبوع اللي فات واسبوعين يومين الاسبوع ده، قدرنا الحمد لله ان احنا نمشي يعني ماتش بماتش ونحضر له ماتش بماتش، الحمد لله قدرنا نفوز بكل المباريات الحمد لله. ما شاء الله. ده انا عايزاكم تقولوا لنا عن كواليس الماتش الاخير. الاشواط كلها كانت صعبه، اصعب شوط عليكم كان ايه؟ حاجة حصلت في البريك، يعني احكوا لنا عن التفاصيل. يعني ما فيش مثلا في لحظة كده حسيتوا ان انتوا لا البطولة دي هتروح مننا، او يئستوا في لحظة او خفتوا في لحظة؟ احكوا لنا الكواليس. هو يمكن يعني احنا في زي ما ساره قالت، احنا لعبنا في يعني في يعني خميس جمعه سبت اللي فاتوا والجمعه وسبت الماضي، فيمكن الماتشات كلها كانت المستويات متقاربه، يعني احنا كنا 4 فرق بنلعب على البطوله، كان احنا ونادي الصعيد ونادي سبورتنج من اسكندريه ونادي وادي دجله. الماتشات كلها كانت تعتبر مقفوله، منهم ماتش سبورتنج اللي لعبناه كان الاسبوع اللي فات، اللي هو كان في تحديد المراكز عشان يعني بعد كده نوصل للسيمي فاينل. الماتش ده كان انتهى 3-2، فيعتبر الماتش كان مقفول وكان اللعب فيه يعني كان لعب عالي. وكمان ماتش السيمي فاينل كان ماتش قوي، كان مع وادي دجلة، انتهى 3-1، ولكن برضو كان في لعب، يعني الماتش كان قوي جدا. وماتش امبارح الحمد لله قدرنا نفوز 3-0، لكن يمكن يعني اكتر شوط يمكن كان فيه مقفول شوية كان الشوط الثاني، كانوا يعني كنا ماشيين نقطة بنقطة لغاية النقطة 20 مثلا، هو الجيم من 25، فكنا ماشيين لغاية النقطة 20-20، فطبعا ده يمكن الجيم ده شوية كان برضو نقطة فاصلة شوية في الماتش، ان احنا ما ننجحهمش تاني ونتعادل 1-1، طبعا 2-0 غير 1-1 يعني، فكان شوط فاصل شوية في البطولة ده. سارة بالنسبة لك كان الماتش ازاي؟ في البريك بقى او في التايم اوت، طبعا في الوقت ده، في الوقت اللي هو الكريتيكال ده، كان بيبقى على طول كابتن حمدي او كابتن ياسر كابتن احمد كلهم بره بيوجهونا طبعا في الوقت ده نعمل ايه بالظبط، الرفع يبقى لمين، الارسال يبقى موجه فين، واللي هو لازم تعليمات من بره، هم شايفين الملعب من بره اكتر طبعا. بس فده اللي خلانا الحمد لله ان احنا ايه يعني نتغلب عليهم واحده واحده، قدرنا ان احنا نفوز الحمد لله. خلى ده الفوز اللي هو بتاع الجيم التاني ده خلى الفوز الجيم التالت اسهل بكتير، والماتش بقى اسهل الحمد لله. اوكي. طب عايز اسالكم انتوا الاثنين، شايفين مشوار الاهلي عامل ازاي وايه البطوله الاصعب؟ اكيد طبعا، يعني احنا الحمد لله كل بطوله بناخدها هي بالنسبه لنا بتكون صعبه عشان احنا بنلعب دايما على الذهب، فالحمد لله ان احنا عدينا السوبر. دلوقتي طبعا هنبتدي نركز، يعني خلاص قفلنا صفحه السوبر، هنبتدي نركز ان شاء الله في الدوري الكاس، وطبعا البطولات الافريقيه بتكون من اصعب البطولات، يعني عشان بنقابل طبعا فرق قويه زي الفرق التونسيه والكينيه، فطبعا بتكون البطوله الافريقيه الاصعب. لكن السنه دي الموضوع مختلف برضو، في فرق كتير جدا في الدوري دعمت بمحترفين ولاعيبه عاليين جدا، فالمنافسه حتى في الدوري الكاس هتكون اصعب من كل سنه يعني ان شاء الله. مين الفرق الاصعب اللي بتخافوا تواجهوها او بتعملوا حسابكم زياده ان انتوا هتواجهوها؟ احنا دلوقتي يعني تقريبا كل الفرق بقت في نفس المستوى او في يعني بدرجات متفاوته شويه، بس كل فرقه بنبقى عاملين حسابها كويس قوي. يعتبر الفرقه الاكتر اللي احنا بنواجهها وهنواجهها يعني كتير السنه دي مرات كتيره، حتى هم الزمالك يعني قابلناهم في الادوار التمهيديه اللي هي في الدوري، ولسه هنقابلهم طبعا في الكاس وفي الدوري كمان في النهائيات. ف طبعا كل فرقه احنا عامه بنعمل لها حساب، حتى الفرق اللي احنا لعبناها في السوبر كل فرقه بنعمل لها حساب وبنقدرها كويس قوي، بندرسها كويس قوي، ف
لا يعني لسه كنت عايز اسالكم، يعني بتدرسوا فعلا الفرق، بتبقوا عارفين كل فرقه كده ايه قوتها وايه ضعفها وهنخش لها منين وكده؟ بالظبط بالظبط، بتبقوا كل الفرق طبعا. كابتن شريهان اخت نهله هي اللي بتبقى محضره ماتشات، بتقول لنا الماتشات بتجيبها لنا بنتفرج عليها. كابتن حمدي بيقعد معانا، دي بتضرب هنا، دي بتضرب كده، هي بتكون زي محاضرات فعلا. يعني هو فعلا كاننا فعلا بندرس الفريق اللي قدامنا، بتكون محاضره على كل لعيبه يعني.